سيء. ضيق الخلق إنه لما تشوف اللاعب فعلا يصاب بهذه الصورة. ركلة الجزاء الآن. ركلة الجزاء. والليبي السنوسي الهادي. السنوسي الهادي وركلة جزاء للعربي. حطها جول. حطها قوية جدا السنوسي الهادي. الهدف الأول للعربي من ركلة جزاء. من ركلة جزاء السنوسي الهادي. لكن ركلة الجزاء هي أتت في الدقيقة 15. الآن لعبت في الدقيقة 18 من الشوط الأول. ركلة جزاء لهذا اللاعب الفدائي اعتبره، وتسبب فيها البديل لأول مرة يشارك هنري سيدريك. السنوسي الهادي اللي بيسجل للعربي. العربي واحد راح يرجع بالسلامة، يطمئن عليه أيضا. شوف من لعبها قوية 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 قوية. محمد هادي بزاوية والكرة في زاوية سقف. إذن واحد العربي، لا شيء النصر في الدور نصف النهائي. شايف الكرة القوية السنوسي الهادي داخل المرمى. إذن العربي واحد، وجمهور العربي الفرحان باللعبة. هذه لحظة تسجيل ركلة الجزاء. شوف ردة الفعل للجمهور. وشكرا أيضا الخراز مخرجنا يعطي